بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم في فيديو جديد من الفيديوهات التعليمية الخاصة بعلوم التربية. في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نتطرق إلى موضوع مهم جدا يطرح في الامتحانات الشفوية والامتحانات الكتابية لمباراة التعليم وكذلك في الامتحانات المهنية. موضوع هذه الحلقة هو وظائف وأسس المدرسة الجديدة حسب تصور الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030. دعونا في البداية نتعرف على محاور هذا الفيديو. في البداية سوف نتطرق إلى المدرسة المنشودة وفق الرؤية الاستراتيجية. سوف نتعرف على التغييرات التي تنشدها هذه الرؤية التربوية الاستراتيجية للإصلاح الممتدة من 2015 إلى 2030، هذه التغييرات التي جاءت بها والتي تنشدها من المدرسة الجديدة. بعد ذلك سوف نتعرف في المحور الثاني على وظائف المدرسة الجديدة، وفي المحور الثالث أسس المدرسة الجديدة. دعونا في البداية نعطي نبذة مختصرة وبطاقة تعريفية بالرؤية الاستراتيجية للإصلاح التربوي 2015-2030. بداية، ما هي الرؤية الاستراتيجية؟ الرؤية الاستراتيجية هي عبارة عن مشروع تربوي جديد جاء من طرف المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. هذا المشروع التربوي الجديد يهتم بإصلاح منظومة التربية والتعليم بعد الإخفاقات المتكررة التي شهد هذا القطاع والتي أدت إلى مجموعة من الانعكاسات على المستوى الاجتماعي والاقتصادي وكذلك الثقافي. ويمكن كذلك تعريف هذه الرؤية الاستراتيجية التي جاء بها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بكونها خارطة طريق تعنى بإصلاح منظومة التربية والتكوين. إذا طلب منك في المباراة سواء الكتابي أو الشفاهي، طلب منك أن تعطي بطاقة تعريفية أو أن تعرف هذه الرؤية التي جاء بها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بناء على الدراسات التي قام بها هذا المجلس والتي من خلالها رصد مجموعة من الاختلالات ومجموعة من مكامن الضعف في هذه المنظومة التربوية. إذن ما هي الرؤية الاستراتيجية؟ هي عبارة عن مشروع تربوي جديد جاءت به الدراسات التي وقفت على مكامن التعثرات ومكامن الخلل في المنظومة التربية في المنظومة التربوية، والذي وضع هذه الخارطة أو هذا المشروع التربوي الجديد هو المجلس الأعلى. وجاءت هذه الرؤية الاستراتيجية في مجموعة من السياقات ومجموعة من التداعيات التي أدت إلى بروزها وانبثاقها، من أهمها هو الواقع الذي تعيشه المدرسة المغربية والإخفاقات المتكررة للإصلاحات التربوية، وكذلك تذمر الآباء وأولياء التلاميذ، وكذلك تذمر الأسرة التربوية ككل من الواقع الذي صارت وآلت إليه هذه المنظومة التربوية. وهناك عدة سياقات وعدة كذلك أسباب. كما قلنا، مصدر هذه الرؤية الاستراتيجية والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي سنة 2014 بعد الخطاب الذي أدلى به جلالة الملك محمد السادس، والذي نوه فيه وأحث فيه على ضرورة الإصلاح وعلى ضرورة إعادة الأوراق إلى نصابها والأمور إلى نصابها. الأمد الزمني لهذه الرؤية ممتد من 2015 إلى 2030. وكذلك تتميز هذه الرؤية الاستراتيجية بكونها تضم 23 رافعة للتغيير و 134 فقرة وحوالي 1000 مستلزم. كذلك تتشكل من تصدير
يعني مقدمة أو شيء من هذا القبيل، يضم سياقات، يعني السياقات التي أدت إلى انبثاق هذه الرؤية الاستراتيجية، يعني الأسباب والدوافع. كذلك تضم هذه الرؤية الاستراتيجية، بالنسبة للرؤية الاستراتيجية ستجدون على الإنترنت وفي المجموعات على الفيسبوك، ستجدون ملخص الرؤية الاستراتيجية وكذلك الكتاب الكامل على شكل PDF لمن أراد أن يعود إليه. بالنسبة للسياقات، دونك هذا الرؤية الاستراتيجية نجد فيها السياقات، يعني الأسباب والدواعي والدوافع التي أدت إلى التغيير والتي أدت إلى انبثاق هذه الرؤية الاستراتيجية. وقلنا من أهمها الأزمة التي يشهدها التعليم، كذلك التقارير الدولية، وكذلك الرتب المتأخرة التي يحتلها المغرب في سلم التنمية البشرية، وهناك عدة أسباب سوف نتطرق إليها إن شاء الله في فيديو آخر. كذلك من بين الأشياء المهمة التي أدرجت ضمن هذه الرؤية الاستراتيجية المرجعيات، يعني الخلفيات التي بنيت عليها هذه الرؤية الاستراتيجية، ومن أهمها خطاب الملك محمد السادس نصره الله، وكذلك مجموعة من الأمور كالدراسات التي تم القيام بها والتي رصد من خلالها مواقع الخلل في هذه المنظومة. ثم تضم هذه الرؤية الاستراتيجية الأهداف المنشودة سواء من المدرسة العمومية أو الخصوصية، وكذلك لأن المدرسة الخصوصية أصبحت تعتبر شريكا وفاعلا تربويا وشريكا يساهم في بناء وازدهار هذا الوطن. المرتكزات كذلك والمقومات، يعني المرتكزات التي قامت عليها، الأسس التي قامت عليها هذه الرؤية، والغايات التي تنشدها من مدرسة المستقبل والتي سوف نتطرق إليها في هذا الفيديو إن شاء الله. وتتكون كذلك هذه الرؤية الاستراتيجية من 4 فصول تتوزع على رافعات للتغيير. هذه الرؤية الاستراتيجية تتوفر أو تحتوي على 4 فصول كما سوف تتعرفون على ذلك من خلال الفيديو الذي سوف نضعه قريبا إن شاء الله. وتعالج هذه الرافعات للتغيير مجموعة من القضايا كالإنصاف والجودة والارتقاء الفردي والمجتمعي والريادة الناجعة وكذلك التدبير الجديد للتغيير. إذن من هنا تعرفنا في هذا المحور على الرؤية الاستراتيجية بطاقة تعريفية حول الرؤية الاستراتيجية. الآن سوف نتعرف على التغييرات التي تنشدها الرؤية الاستراتيجية للإصلاح من 2010 إلى 2000 من 2015 عفوا إلى 2030 من المدرسة المغربية الجديدة. ما هي التغييرات التي تنشدها وتأملها هذه الرؤية الاستراتيجية للإصلاح من المدرسة المغربية الجديدة؟ أول ما تنشده هذه الرؤية هو الانتقال من منطق التلقين والشحن إلى منطق التعلم وتنمية الحس النقدي لدى المتعلم. سبق وتحدثنا في الفيديو السابق كرونولوجيا الإصلاح في المغرب، قلنا بأن من أول البيداغوجيات التي اعتمدها المغرب في التدريس هي بيداغوجية المضامين، وقلنا أن هذه البيداغوجية تعتمد أساسا على حشو ذهن المتعلم، وتعتمد أساسا على التلقين، على الطريقة الإلقائية. الأستاذ يلقي المعلومة، التلميذ يدون المعلومة. هذه البيداغوجية كما قلت مرارا هي تتميز بكون المتعلم يكون فيها سلبيا، غير نشيط، غير فاعل، والدور الكامل يقوم به المدرس أو علم فقط. المدرسة الجديدة حسب التصور الذي جاءت به الرؤية الاستراتيجية للإصلاح تنشد من هذه المدرسة أن تخرج لنا وأن تخلق لنا متعلم بمواصفات جديدة، وأن تنقل التدريس من منطلق التلقين والشحن وتكديس المعلومة في ذهن المتعلم إلى خلق متعلم لديه قدرات تواصلية، لديه كفايات تواصلية لغوية، لديه قدرة على
تنمية الحس النقدي إلى ما ذلك. التغيير المشهود كذلك في حسب الرؤية الاستراتيجية لإصلاح من المدرسة المغربية هو اكتساب لغات جديدة، وهذا يتضح جليا في كون هذه الرؤية الاستراتيجية للإصلاح التربوي جعلت من ضمن أولوياتها إدراج اللغة الإنجليزية في الابتدائي ابتداء من السنة الرابعة في أفق 2020، كذلك إدراج اللغة الإنجليزية في السلك الإعدادي ابتداء من الأولى إعدادي. كذلك من الأشياء التي تنشدها هذه الرؤية الاستراتيجية، يعني تأملها من هذه المدرسة المغربية الجديدة، هو تنمية القيم لدى المتعلم وإكسابه للقيم الإنسانية والدينية حسب الدستور المغربي الذي ينص على أن الدين الإسلامي هو دين المملكة، وعلى احترام المبادئ الإنسانية والقيم الإنسانية المعروفة. كذلك من أهم الأشياء التي حثت عليها هذه الرؤية الاستراتيجية والتي تأملها في هذه المدرسة المغربية الجديدة هو أن يصبح المتعلم قادرا على إتقان التكنولوجيات الرقمية الجديدة الحديثة، أن يصير المتعلم قادرا على استعمال هذه الوسائل التكنولوجية الرقمية لكي يندمج مع المحيط، مع محيط الشغل. من أهم الأشياء التي تنشدها كذلك الرؤية الاستراتيجية هي المساهمة في التنشئة الاجتماعية والتربية على القيم في بعديها الوطني والكوني. كما قلنا سابقا، من أهم الأشياء التي جاءت بها الرؤية الاستراتيجية والتي حثت عليها هو أن يكون للمدرسة مساهمة في تنشئة المتعلم اجتماعيا، وكذلك في تنشئة المتعلم على القيم الإسلامية أو الدينية كما قلنا، وعلى كذلك القيم الإنسانية في بعديها الوطني والكوني، وكذلك في التكوين، يعني أن لا يصبح دور المدرسة فقط هو التعليم والتعلم فقط، ولكن التكوين والتأطير والحث على الابتكار والبحث العلمي، وكذلك تسهيل وتيسير اندماج المتعلمين في محيطهم السوسيو اقتصادي والسوسيو ثقافي. من أهم الأشياء كذلك التي تنشدها الرؤية الاستراتيجية من المدرسة المغربية الجديدة هو الملائمة بين المناهج والتكوينات مع احتياجات المملكة، مع احتياجات البلد، ومع المهن الجديدة والمستقبلية والدولية. كما هو معروف بأن العالم الآن يتطور تطورا سريعا ومذهلا، وهناك مهن جديدة مستقبلية ستظهر مع تطور العلم والتكنولوجيا، وبالتالي أصبح من الضروري على المدرسة المغربية أن ترقى إلى هذه التطورات التي يشهدها العالم، وأن تصبح المدرسة المغربية كما قلت لا يقتصر دورها فقط على التربية والتعليم وحشو الذهن، بل يرقى دورها إلى ماذا؟ إلى أن تصبح المناهج والتكوينات التي يتلقاها المتعلم سواء في التكوين المهني، سواء في الجامعات، سواء في المدارس العمومية أو المدارس الخصوصية، أن تصبح هناك ملائمة بين حاجيات سوق الشغل وكذلك بين التكوينات. نمر الآن إلى وظائف المدرسة الجديدة. أولا، ما هي المدرسة الجديدة حسب الرؤية الاستراتيجية؟ يحيل مفهوم المدرسة في سياق الرؤية الاستراتيجية على مجموع مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. عندما نتحدث عن المدرسة حسب الرؤية الاستراتيجية، شنو تنقصد بها؟ تنقصد بها التعليم الأولي، وتنقصد بها التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي والتعليم العالي والجامعي والبحث العلمي، وكذلك التكوين المهني والتعليم العتيق وتكوين كذلك الأطر التربوية. دونك هاد المكونات جميعها
تندرج ضمن مفهوم المدرسة حسب الرؤية الاستراتيجية. عندما نتحدث عن المدرسة الجديدة حسب سياق الرؤية الاستراتيجية نعني بها ماذا؟ نعني بها جميع مكونات المنظومة التربوية بالمغرب، من التعليم الأولي إلى التعليم الابتدائي والثانوي والإعدادي والجامعي كذلك، وكذلك تكوين الأطر في المراكز المختصة والتكوين المهني والتعليم العتيق. وظائف المدرسة الجديدة، كما قلنا سابقا في بداية الفيديو، الرؤية الاستراتيجية انبثقت عن مجموعة من التقارير، ومن أهمها التقرير الذي أعدته اللجنة الوطنية للتقويم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين سنة 2014. هذه الرؤية تهدف كما قلنا إلى خلق مدرسة جديدة وفق رؤية جديدة وتصور جديد يرقى لتطلعات المغرب، ويرقى كذلك للتحديات التي يشهدها العالم ككل. ويمكن تلخيص المدرسة في 5 وظائف. أول شيء التكوين والتأطير، يعني من وظائف المدرسة هو تكوين متعلم يمتلك كفايات تخوله الاندماج ضمن محيطه السوسيو ثقافي، كذلك تكوينه ومصاحبة هذا المتعلم حتى يصبح قادرا على الاندماج مع المحيط السوسيو ثقافي. كذلك البحث والابتكار، من وظائف المدرسة الجديدة تشجيع البحث والابتكار، البحث العلمي. من وظائف المدرسة كذلك هو التعليم والتعلم والتثقيف، يجب خلق متعلم يمتلك ثقافة حول مجموعة من الأمور، وكما نقول بأن الثقافة هي أن تعرف شيء عن كل شيء. كذلك من وظائف المدرسة الجديدة التنشئة الاجتماعية والتربية على القيم والوطنية والكونية، كما قلنا سابقا في بداية الفيديو من الأمور التي أصبحت منوطة بالمدرسة الجديدة. وعندما نتحدث عن المدرسة كما قلت سابقا في سلايد سابق، المدرسة الجديدة عندما نتحدث عن المدرسة الجديدة نقصد بها ماذا؟ نقصد بها جميع مكونات منظومة التربية والتعليم، من التعليم الابتدائي إلى التعليم العتيق والتكوين المهني. الله أكبر. كذلك من وظائف المدرسة التأهيل، ويعني تأهيل المتعلم، يعني المتعلم يصبح ممتلكا لمواصفات تؤهله للاندماج في سوق الشغل وفي محيطه السوسيو ثقافي والاجتماعي كذلك. ما هي أسس المدرسة الجديدة؟ يمكن تلخيص أسس المدرسة الجديدة في 3 محاور: أولا الإنصاف وتكافؤ الفرص، ثانيا الجودة للجميع، ثالثا الارتقاء بالفرد والمجتمع. ماذا نقصد بالإنصاف في المجال التربوي؟ الإنصاف يقصد به، إذا تبع معايا مزيان، أش قلت بأن المدرسة الجديدة الوظائف ديالها 5، تكلمنا عليها سابقا. دونك المدرسة الجديدة عندها 5 ديال الوظائف، يعني إلا سولني أحد أعضاء اللجنة في الشفهي عن وظائف مدرسة، أو طرح هذا السؤال في الكتابي، أشنو غنقول ليه؟ يقول لي شنو هما وظائف المدرسة الجديدة؟ البحث والابتكار، التعليم والتثقيف والتعلم، التكوين والتأطير، تأهيل المتعلم وتسهيل اندماجه في المحيط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وكذلك تربية المتعلم على القيم الإنسانية والدينية. أما إذا سألني عن أسس المدرسة الجديدة فهي ترتكز على الأسس التالية: أول حاجة الإنصاف وتكافؤ الفرص، ثانيا الجودة للجميع، من حق الجميع، للجميع نفس الحقوق والواجبات، للجميع حق في ضمان جودة التعليم جيدة. كذلك من أسس المدرسة الجديدة الارتقاء بالفرد والمجتمع، بطبيعة الحال إذا ارتقينا بالفرد وبقيم الفرد سوف نرتقي بالمجتمع، لأن المجتمع هو عبارة عن أسر والأسر هي عبارة عن أفراد، إذا ارتقينا بالأفراد سوف يرتقي المجتمع ككل.
اشنو كنقصدوا بالانصاف في المجال التربوي؟ قلنا من اسس المدرسه الجديده الانصاف. اش كنقصدوا بالانصاف؟ الانصاف هو ان جميع فئات المجتمع لها الحق في التربيه والتعليم دون تمييز قائم على الانتماء الجغرافي او الاجتماعي او النوع او الاعاقه او اللون او اللغه او المعتقد. يعني اي مغربي، اي مواطن مغربي له الحق انه يدرس ويتكون ويتأهل في المدرسة المغربية بدون تمييز ومن منطلق الإنصاف وضمان تكافؤ الفرص، يعني دون الأخذ بعين الاعتبار هذا من معتقد فلاني أو هذا عنده لغة كذا أو هذا عنده لون كذا أو هذا معاق إلى آخره. إذن كنقصدوا بالانصاف في المجال التربوي اللي هو احد الاسس اللي قامت عليها المدرسه الجديده حسب تصور الرؤيه الاستراتيجيه، هو ان تعميم التمدرس دون تمييز وانطلاقا من مبدا تكافؤ الفرص. كذلك كنقصدوا بالانصاف هو توافر كافه البنيات والفضاءات وشروط التاطير التربوي والاحتفاظ لاطول مدى بالمتعلم داخل المدرسه. من الاشياء اللي كنقصدوا بها او اللي كتعنيها الانصاف في المجال التربوي هو ان البنيات ناهلوا البنيات والفضاءات التربويه لترقى الى مطامح، الى هذه المطامح التي جاءت بها الرؤيه الاستراتيجيه، ونحتفظوا بالمتعلم لاطول مده ممكنه في المدرسه باش كلما طول في المدرسه كلما استطعنا اننا نكون فيه ونخلق فيه اشياء جديده تنفع المجتمع والفرد. كذلك تأمين جميع أنواع الدعم المادي والتربوي والنفسي والاجتماعي لفائدة المتعلمين والمتعلمات المحتاجين لذلك، وضمان الاستفادة المتكافئة من خدمات التربية والتكوين والتتويج بإشهاد في مختلف مكونات المنظومة ومستويات التكوين والتأهيل. هذا هو اللي نقصد به الإنصاف في المجال التربوي. باختصار شنو هو الانصاف التربوي؟ هو تعميم الولوج للمدارس دون تمييز قائم على تمييز عرقي او طائفي او كذا او كذا. كذلك تأهيل البنيات والفضاءات التربوية لترقى الى التطلعات والاحتفاظ باطول مدة بالمتعلم. ثم كذلك التتويج باشهاد، يعني بشهادات في مختلف مكونات المنظومة ومستويات التكوين والتأهيل. الآن نمر إلى الأساس الثاني والذي يقصد به الجودة. أشنو كنقصدو بالجودة؟ نقصد بالجودة في التربية تمكين المتعلم من تحقيق كامل إمكانياته عبر أفضل تملك للكفايات المعرفية والتواصلية والعلمية والعاطفية والوجدانية والإبداعية. يعني أن نكون متعلما، أن نخلق متعلما من خلال التكوين الذي يتلقاه داخل المدرسة، قادر على تحقيق إمكاناته ومتملك لكفايات معرفية وتواصلية وعاطفية ووجدانية وإبداعية. يعني هذا هو الجودة. يعني الجودة كنقصدوا بها في الرؤية الاستراتيجية هو واحد المتعلم الان اللي كنكونوه طيله السنوات الدراسيه في المدرسه المغربيه الجديده، هو ان هذا المتعلم هذا تولي عنده واحد المواصفات. شنو هاد المواصفات اللي خصهم يوليو عند المتعلم حسب الرؤيه الاستراتيجيه؟ اولا يولي عنده كفايات، ان تصبح ان يتملك كفايات. شنو هاد الكفايات؟ كفايه معرفيه، كفايه تواصليه. ومني كنتحدثوا على الكفاية التواصلية تندرج من ضمنها اللغات. كذلك أن يتملك كفايات علمية وتكنولوجية وعاطفية ووجدانية وإبداعية. هادو هما الأمور اللي كنقصدوا بها الجودة. يعني المدرسة المغربية من أسسها الآن هو أنها أن تقدم الجودة للمتعلم بأن تجعله يتملك كفايات معرفية تواصلية ووجدانية وتكنولوجية. وهذه الجودة التي نتحدث عنها
تعتمد على عدة أشياء. أول شيء التكوين الأساس الرفيع، والتكوين المستمر الفعال والمستديم للفاعلين التربويين. إذا بغينا أننا نوفر الجودة للمتعلم في المدرسة المغربية حسب هذه الرؤية الاستراتيجية، خصنا نكون المدرسين لكي يرقوا إلى مستوى التطلعات، وهذا ما بدأت فيه الوزارة من خلال مثلا عندما تحدثنا عن المسالك الفرنسية. يعني الآن تم خلق مسالك جديدة اللي هي تدريس اللغة، تدريس العلوم والفيزياء والرياضيات باللغة الفرنسية. وبطبيعة الحال منذ السنة ما قبل الماضية بدأ التكوين والتقطير، بدأ تكوين الأساتذة الذين سوف يقومون بتدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية. كذلك من الأشياء، هادو من الأشياء اللي كيعاونوا في جودة التربية، يعني في جعل المدرسة تقدم خدمات ذات جودة. كذلك هو التقويم الدقيق للأداء البيداغوجي والتحفيز على حساس الاستحقاق، يعني يولي الترقية وكذا على حسب الاستحقاق المهني. كذلك مرونة مكونات وأطوار المدرسة وتناسقها وتكاملها، يعني أن تصبح المدرسة مثلا فضاء تربويا للقيام بالأنشطة، ومن خلال الأنشطة يقوم المتعلم بتفجير طاقاته وإبداعاته. ثم هناك أمور أخرى تعتمد عليها هذه الجودة، يمكنك قراءتها لاحقا. نمر الآن إلى الأساس الثالث والذي هو الارتقاء. الارتقاء يقصد بالارتقاء هو عمليات تطوير منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي من خلال تجاوز الاختلالات القائمة، يعني أن ترتقي المدرسة من واقعها الحالي إلى الواقع، من الحال الواقعي الذي تعيشه الآن، من واقع المدرسة اليوم إلى المأمول أو المنشود. نرتقي المدرسة من الواقع الذي تعيشه اليوم إلى تلك الرؤية التي جاءت في الرؤية الاستراتيجية. كذلك كما قلنا سابقا يقصد بالارتقاء تأهيل البنايات والآليات المعتمدة. طبعا الحال لن نرقى بالمدرسة المغربية إلا إذا توفرت شروط، من أهمها أول شيء تكوين وتأطير هؤلاء الأطر التربوية ليرقوا إلى هذا المستوى، وكذلك تأهيل البنيات التحتية لكي ترقى إلى مستوى التطلعات. إذن أتمنى أن تكون قد استفدت من هذا الفيديو ولو قليلا، وتتمنى أنكم تدعمونا بملاحظات ديالكم، وتدعمونا بالاقتراحات ديالكم وبالأسئلة ديالكم والتوجيهات ديالكم، وكذلك أنكم تشاركوا في القناة وتبارطاجيو لا فيديو مع الأصدقاء ديالكم اللي عندهم الآن مقبلين على الامتحانات. وأتمنى التوفيق للجميع، وشكرا على حسن إنصاتكم وحسن تتبعكم. إلى لقاء آخر إن شاء الله.